إلى أبها، حيث تستمر جامعة الملك خالد في توفير كافة الإمكانيات استعدادا للاختبارات النهائية عن بعد. الحديث أكثر معنا عبر الهاتف من أبا وكيل جامعة الملك خالد للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور سعد بن دعجم. دكتور سعد، أهلا بك معنا. يعني بداية بالأرقام، كيف تابعتم عملية التعلم عن بعد أو الإلكتروني خلال الفترة الماضية؟ بسم الله، بداية نشكركم على الاستضافة ونرحب بالأخوة والأخوات المشاهدين، وأجدها فرصة لتهنئة الجميع بحلول الشهر الكريم، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يزيل هذه الجائحة عن بلادنا والبشرية جماعة. حقيقة خلال الفترة الماضية منذ التحول الإلكتروني الكامل وفي إحصائيات، قامت الجامعة بكثير من الإنجازات في مجال التدريب والتوعية والدعم الفني. على سبيل المثال، في التدريب أكثر من 4000 عضو وعضوة هيئة تدريس استفادوا من 20 دورة متخصصة إلكترونية، وأيضا أكثر من 10000 طالب وطالبة استفادوا من دورات متخصصة. أيضا بلغ عدد المشاهدات في قناة تمكين التدريبية على اليوتيوب أكثر من 950000 مشاهدة. طيب، كيف تستعدون الآن في الجامعة للاختبارات النهائية؟ نعم، حقيقة الاختبارات النهائية كما كانت تفصيلية، تدرب الطلاب والطالبات على الوسائل وتم حصرها في الاختبارات القصيرة واختبار الكتاب المفتوح والتكليفات والواجبات والأنشطة، وتم يعني التعميم على الجميع بضرورة أن يتفهم عضو هيئة التدريس أن هناك مشاكل شائعة الحدوث في مثل هذه الاختبارات. وعلى ذلك يعني تم التوجيه بأن تتناسب فترة الاختبار مع عدد ونوعية الأسئلة. أيضا تم السماح للطالب والطالبة بدخول الاختبار الإلكتروني في أي وقت خلال فترة زمنية، يعني بعض الكليات حددتها ب 24 ساعة إلى 48 ساعة بما يتلائم مع ظروف الطلاب من حيث الإمكانات التقنية الموجودة لديهم.